إذن مستمرين وياكم مشاهدينا الكرام في برنامج العالم هذا الصباح، فمع انطلاق الدورة 22 من مهرجان الكويت المسرحي يوم الخميس الماضي بتنظيم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على خشبة مسرح الدسمة. نعم، ويقام هذا المهرجان في الفترة من 20 إلى 29 أكتوبر بمشاركة 6 عروض، فيما اختارت إدارة المهرجان أن تواصل نقل كافة الأنشطة عبر موقع يوتيوب في بث حي ومباشر مواكبة للتطور التكنولوجي. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا الأستاذ عبد الكريم الهاجري، مراقب شؤون المسرح في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. أستاذ عبد الكريم، صباحك الله بالخير وحياك الله ويانا في العالم هذا الصباح. الله يحييك. سلام، يا هلا فيك. خلينا نتكلم، دورات متعددة صارت من قبل، شو اللي يختلف في دورة هذا العام عن المهرجان كما سبقها من نسخ سابقة؟ المهرجان هذه السنة في دورة 22 عاد بكامل طاقته، يختلف عن المهرجان العام الماضي. العام الماضي كان في إجراءات استثنائية بسبب الجائحة، نعم. فكان في بعض الأمور تم التعامل معها بشكل مختلف، مثلا سالفة الضيوف ما كان عندنا. هالسنة تقريبا كل الأنشطة اللي مذكورة عندنا في اللائحة تم تطبيقها وموجودة متواجدة معنا، عروض مسرحية، ندوات فكرية تطبيقية، عندنا مشاركة الضيوف العرب ومن دول مجلس التعاون الخليجي، وعندنا الورش بالإضافة للاحتفالات العادية اللي هي في الختام والافتتاح والختام، وعندنا ايضا المركز الاعلامي. جميع الانشطه اللي مخصصه لهذا المهرجان متواجده في هذه الدوره. استاذ عبد الكريم، العروض المشاركه، يعني اذا تكلمنا عن العروض المشاركه، في 6 عروض مشاركه، شنو معايير اختيارها؟ هي الجهات المشاركة بالأولوية تكون الفرق الأهلية، عندنا 4 فرق أهلية، مسرح الشعبي ومسرح الخليج العربي، المسرح العربي ومسرح الكويتي، هذا بداية. وعندنا أيضا دائما تكون مشاركات من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعندنا مسرح الشباب، هذول متواجدين معنا في جميع الدورات بشكل مستمر، وعندنا نفتح المجال للقطاع الخاص أنه يشارك حسب الإمكانيات. اللائحة تنص أن الحد الأعلى 8 عروض، الحد الأدنى 6 عروض، فإذا كان عندنا مجال للفرق الخاصة ندخل عرض أو عرضين بناء على اختيار لجنة مشاهدة العروض ولجنة التزام العروض، في لها آلية معينة تشاهد وفي طرق للمفاضلة بين عفوا 6 عروض أو 8 عروض، هذا للمسرح الواحد؟ لا، مجمل المسابقة الرسمية كامل، مجمل المسابقة 8 عروض، تكون الحد الأعلى 8 عروض، من 6 إلى 8 عروض. جميل. كل يوم عرض واحد. جميل. طيب خلينا نتكلم عن لجنة التحكيم والاشتراطات لاختيار لجنة التحكيم، شنو هي؟ لجنة التحكيم دائما تكون من أساتذة متخصصين في هذا المجال، الدكاترة لهم عطائهم ولهم معرفتهم ولهم علمهم في هذا المجال، مجال المسرح. لجنة التحكيم يتم اختيارها بعناية بحيث انه يكون يعني لها القدرة على تقييم العروض بشكل موضوعي وبشكل علمي. هي اللجنة من يتم اختيارها هي مستقلة، هي سيدة قراراتها، هي تتابع العروض وصدر نتائج وبعدين تسلم النتائج وتعلنها، هذا شغلها مستقل كلش عن اللجنة. من كم حكم؟ عادة تكون من 5 أشخاص، من 5 أشخاص هم لما يتم اختيارهم هم يقعدون مع بعض اللجنة يضعون الآلية اللي راح مفاضلة بين العروض، الآلية اللي راح تتم على يعني بناء عليها اختيار الجوائز للعروض المشاركة. أستاذ عبد الكريم، إلى أي مدى كانت الأصداء إيجابية، خصوصا أن تم بث العروض والفعاليات مالت المهرجان عبر اليوتيوب وكان في بث مباشر، فكيف لمستوا التفاعل الجماهيري؟ شوف، هو المهرجان دور 22 المهرجان هذا يعني مهرجان راسخ ثابت نفسه، نعم. فالمهرجان لا جمهوره ولا متابعينه، اكيد عفوا، باليوتيوب تصير الشريحة أكبر. هو البث في اليوتيوب مو أول مرة، احنا دائما يعني حسب الإمكانيات نحرص أن يكون خصوصا مع التطور التكنولوجي، وهذا أن العروض تبث لايف. بثينا في دورات باليوتيوب، في دورات تعاوننا مع الهيئة العربية للمسرح بثت لنا، في دورات تلفزيون الكويت بث لنا القناة العربية، يعني هي الآلية، الفكرة منها أن العروض تكون متاحة لأكبر شريحة ممكنة بشكل لايف، والآلية تعتمد على كل دورة
جميل. شلون التنسيق مالها الدوره شلون راح نكون نبث عن اي طريق واتفقنا مع منو؟ يعني هي البث عفوا فقط للعروض ولا حتى الندوات التطبيقيه والندوات اللي يتم فيها مناقشه العروض ايضا راح تبث ولا فقط؟ لا هو شوف على حسب ال يعني الجدول اللي موضوع. مثلا الحين العروض يكون في المسرح فانت مجهز عندك تقنيات موجوده في المسرح تبث، عندنا ندوات تطبيقيه هم موجوده بالمسرح، عندنا الندوه الفكريه تكون في مقر قامه الضيوف. نعم. هذا لها ترتيب ثاني، فهني لا يمكن ساعات تبث مسجله لان انت مجهز نفسك انك تبث من المسرح والندوه مو موجوده بالمسرح، الندوه موجوده لكن كماده هي موجوده، يعني حتى لو سجلناها راح ننزلها على طول نفس اليوم يعني عقبها في فتره بسيطه. جميل. وصلتوا حق الناس في بيوتهم عن طريق اليوتيوب. إيه. جميل. نبي اللي يمكن شلون التنسيق لدخول العروض وايضا لدخول الندوات. هم الجماعه كان في بعض الاقتراحات انه يحطون اليه تنظم العمليه يعني بشكل جديد في هذه الدوره، فوضعوا تذاكر مجانيه، هذه يعني احنا تشاورنا فيها مع العلاقات العامه وهم طلبوا اليه معينه للاستخدام وشفنا عندنا امكانيه هل احنا نقدر نوفر طريقة تنظيمية لدخولهم عبر التذاكر، وجربناها في هذه الدورة لأول مرة أنها تكون تذاكر مجانية، شباك تذاكر مفتوح قبلها بفترة يجون كل واحد متاح له ياخذ تذكرتين عشان يكون يدش فيه من خلالها المسرح، وفي قدام اللي هي الكراسي الأمامية هذه لها ترتيب آخر لها تذاكر في اي بي عشان الفنانين اللي يصون او من ضيوف ساعات يتواجد عندنا سفراء وكلاء اي ان الناس اللي لها علاقه بينهم ثقافيه بيننا وبينهم. فالاليه جديده لاول مره تطبق اشوف يعني حتى الان يعني بما ان يعني من يوم الخميس الى الان حسيت ان الاليه هذه كانت هي الافضل. انا بصراحه جت لي ملاحظات بعض الملاحظات قاعد اسمعها امس فقلت خلنا دقق امس اشوف شنو موضوع الملاحظات الموجوده، فقعدت اطالع الصاله لقيت اول مره يعني من مغارات بالسنوات اللي طافت لقيت اكثر تنظيما امانه. في بعض الملاحظات البسيطه ممكن تاخذها بعين الاعتبار، لكن في ناس تقول لك مثلا الاليه هذه لا جديده علينا القوها، انا اعتقد القائها غير مناسب، انا اعتقد انها راح تجيب الثمار مالتها بس يتعودون عليها، حاليا يمكن مو متعودين عليها بس يتعودون عليها، لان لقيت الصاله اكثر ترتيبا. في بعض الدورات السابقه كانت في بعض الامور تحس فيها ناس قاعده ناس واقفه ناس الحين لا تحس صاله منظمه تحس فيها نظام، بس ما يشكون يقول لك والله ما نحصل تذاكر ويانا ما لقينا وهذا ما ادري هل نشوف لها حل يعني لا نغير موعد، يعني مثلا يقول في بعض يقول لك تجيبونا الساعه 4 مبكر ما ادري شغلات، بس ما تقدر تاخذ فيها قرار منفرد، لازم تشاور مع اللجان الموجوده معاك. شنو جوائزكم هالسنه؟ جوائزنا اللي هي كل سنه هي في لائحه منظمه للمهرجان وتنص على جوائز محدده موجوده من انطلاقه المهرجان، عندك انت جائزه الكبرى اللي هي جائزه افضل عرض متكامل. جائزه الاخراج المتكامل، في جائزه الاخراج، في جائزه التاليف، والجوائز الفرديه بالحق الاضاءه حق الازياء حق الديكورات وحق المؤثرات التمثيل، جوائز التمثيل تقريبا جوائز التمثيل اربع جوائز تمثيل، دور اول دور ايه ممثله دور ثاني ممثل دور اول دور ثاني ممثل وممثله كذي يعني. أستاذ عبد الكريم كنت معنا ضيفنا عبد الكريم الهاجري مراقب شؤون المسرح كنت ضيفنا اليوم وإحنا سعداء باستضافتك وإن شاء الله مزيد من التألق والنجاح حق هذا المهرجان المسرحي الهام في الحركة المسرحية بالكويت، كل الشكر لك. مشكوري. شكرا جزيلا. للمشاهدين الكرام فاصل ومن ثم لنا عودة إن شاء الله.